مرحبا، أنا من موقع حبر.com، وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم طرق ووسائل توظيف وسائط الإعلام الاجتماعي لخدمة العمل الصحفي. الإعلام الاجتماعي يقوم على لا مركزية المعلومات وتغير قنوات الاتصال من أحادية الجانب بين مرسل ومستقبل إلى متعددة الاتجاهات، حيث الجميع مرسل ومستقبل. والفكرة لا تقوم فقط على أن أي شخص بإمكانه إنتاج محتوى، بل هي في تغير طرق استهلاك هذا المحتوى ونشره وتطويره والتفاعل معه. هنالك عدة مواقع وتقنيات تعد من العناصر المؤثرة في الإعلام الاجتماعي، سنغطي في هذا الفيديو أهمها، مثل فيسبوك الذي أظهرت دراسة حديثة أن عدد مستخدميه في العالم العربي يفوق توزيع الصحف اليومية، وتويتر الذي يزداد عدد مشتركيه يومياً بمقدار 300,000 شخص، ووتويت الذي يقوم على نفس مبدأ تويتر ولكن مستخدميه في العالم العربي أكثر، بالإضافة إلى بعض تطبيقات جوجل. سنعرض هنا طرق استخدام وسائط الإعلام الاجتماعي لتحقيق الأهداف التالية: أولاً، العثور على أفكار جديدة لقصص صحفية واتجاهات شائعة، ترندز ومصادر، وثانياً، التفاعل والتواصل مع القراء والمشاهدين بطرق جديدة. على مساحات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر والمدونات تجري نقاشات وتحديثات حول قضايا وقصص قد تغيب أو تختلف تغطيتها عن الإعلام السائد. مثال على ذلك موضوع فيضانات الرياض التي استطاعت وسائل الإعلام الشعبي والاجتماعي تغطيتها بشكل فوري أسرع وأشمل من وسائل الإعلام الرسمي من خلال المدونات وتويتر ويوتيوب وفليكر وغيرها. ونرى هنا فيديو لحالة السيول في الشوارع تم تصويره من على زورق الدفاع المدني وتحميله على يوتيوب. السؤال هو: كيف يمكنكم كصحفيين العثور على قصص ومواضيع تهمكم على المدونات والشبكات الاجتماعية؟ نبدأ بتويتر، الشبكة الاجتماعية الأسرع نمواً والأكثر فاعلية في التغطية اللحظية للأحداث. نعلم أن بإمكاننا البحث عن موضوع معين على موقع تويتر مباشرة من خلال الهاشتاغ، وهي التسمية التي تبدأ بإشارة المربع وتستخدم لربط جميع التحديثات تويتس التي تدور حول نفس الموضوع. ولكن ما يميز تويتر هو وجود عدة خدمات مستقلة ومكملة له تزيد من فعالية استخدامه ومراقبة المواضيع الأكثر رواجاً في أي وقت. مثال على ذلك تويتر فول. تويتر فول الفكرة الأساسية منه إمكانية تحديد موضوع بحسب الهاشتاغ أو بحسب موقع جغرافي، واستعراض كل التحديثات أو التويتس المرتبطة بهذا الموضوع أو هذا الموقع، وبالإمكان أيضا زيادة فعالية البحث أو جعله أكثر دقة من خلال إدخال أكثر من كلمة مفتاحية أو أكثر من هاشتاغ، وما نراه هو استعراض مباشر للتحديثات في الوقت الذي تحصل فيه. مثال آخر موقع توبز. توبز أيضا يسمح بمتابعة موضوع معين من خلال الهاشتاغ، ولكن ما يميزه أنه لا يظهر فقط التويتس وإنما أيضا الصور والفيديوز المتعلقة بنفس الموضوع. ونعود هنا إلى مثال فيضانات الرياض، فنرى أن بإمكاننا مشاهدة الصور أو فيديو من يوتيوب بالإضافة إلى التحديثات على موقع تويتر. هناك موقع شبيه بتويتر اسمه وتويت، وهو في الأساس موقع عربي يتميز بأن عدد مستخدميه في العالم العربي أكبر من عدد مستخدمي تويتر، ويتميز أيضا بإمكانية التحديث من خلال الرسائل القصيرة عبر الخلوي في 6 دول عربية، وهو أمر لم يصبح متاحا على تويتر إلا مؤخرا. إذا كنت مهتما بتغطية موضوع محدد أو مكان محدد، سوف يهمك معرفة كل جديد يكتب عنه على المدونات والمواقع الإلكترونية، وتنبيهات جوجل تجعل ذلك ممكنا. فإذا ذهبت إلى موقع google.com.eg/alerts بإمكانك تحديد الموضوع الذي يهمك متابعته ومراقبته باستمرار من خلال تحديد اسمه في عبارات البحث، ومن ثم تحديد النوع، وهذا يعني أخبار أو مدونات أو مناقشات أو كل شيء، وتحديد عدد المرات التي تريد أن تصلك فيها التنبيهات يوميا. ما سيحصل هو أنك ستستقبل على بريدك الإلكتروني تنبيهات من جوجل كلما نشر شيء جديد حول هذا الموضوع على شبكة الإنترنت. إضافة إلى متابعة آخر مستجدات المواضيع التي تهمك والعثور على أفكار لقصص جديدة، بإمكانك استخدام الإعلام الاجتماعي للعثور على أشخاص يمكن أن يشكلوا مصادر مفيدة لقصص أو تقارير تعمل عليها. مثال على ذلك موقع فيسبوك. هناك عدد كبير من المجموعات على فيسبوك حول قضايا واهتمامات مختلفة،
فلو كنت على سبيل المثال تعمل على قصة عن الفن العراقي، بإمكانك البحث عن الفن العراقي في المجموعات. ستجد عددا كبيرا من المجموعات حول هذا الموضوع. ومثلا هنا مجموعة عن الفن التشكيلي العراقي تضم أكثر من 1000 عضو. إحدى فوائد مثل هذه المجموعة هي إمكانية الاتصال بالشخص المسؤول عنها والاستفادة منه كمصدر وكمدخل لمصادر أخرى. بعد أن استعرضنا بعض طرق إيجاد مصادر واتجاهات وأفكار جديدة، سنتحدث عن كيفية استخدام الإعلام الاجتماعي للتواصل مع القراء والمشاهدين بطرق جديدة. الفكرة هي أن عليك بناء شبكة من أشخاص يمكنك التفاعل معهم واللجوء إليهم والاستفادة من خبرتهم. تويلو هو أحد المواقع التي تعمل كدليل لمستخدمي تويتر، ويمكن من خلاله البحث عبر كم من هائل من التصنيفات. هنالك أيضا موقع مختص بمشتركي تويتر العرب وهو arabtweeple.com، يضم أكثر من 15,000 مستخدم عربي مصنفين حسب اختصاصاتهم أو حسب بلدانهم. من المهم أن نتذكر أنه ليس هنالك معادلة سحرية لتحقيق الفائدة القصوى من وسائل الإعلام الاجتماعي. السر هو في الاكتشاف، اكتشاف أشخاص مفيدين واكتشاف مواقع ومقالات وأفكار، وهذا لا يتم إلا عن طريق الاستخدام وقضاء وقت أكثر في تتبع الروابط وفي بناء مجتمعات وشبكات إلكترونية أكثر فعالية.